هذا ويقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر بقلوب والسنه ملبية مهللة ضارعين الى الله عز وجل ان يمن عليهم بالعفو والمغفره والرحمه والعتق من النار. هذا وادى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين في مسجد نمره اقتداء بسنه المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدا جموع الحجيج نفرتها الى مزدلفه ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجه يوم النحر